في بيتنا. في بيتنا؟ هتعملي ايه؟ مش اي حاجة، انا عندي درس اصلا يوم الخميس. يوم الخميس؟ لا يوم الاثنين، الخميس. اه الاثنين شام النسيم مش الخميس، انا اول مرة اشوف ال يعني تعدي درس يوم شام النسيم. طب مش هتشم النسيم؟ انا بشموش كله، مش هنخرج في العيد الاول عشان اخرج شم النسيم. لا لسه مش عارفة، لا ما عنديش بلان يعني. طب ان شاء الله هتعمليها امتى؟ يعني مش عارفة. طب مبدئيا ايه اللي بيحصل في البلانة بتاعتك دي؟ يعني بنتجمع مع العيلة وكده. هتتجمعوا السنة دي؟ اكيد ان شاء الله. هتاكلوا بيض دلالة ملون؟ يعني ان شاء الله. ورنجة؟ اكيد. والله مش عارف لسه. مش عارف. يعني لسه ما خدتش اي قرار؟ ما احتفلش ولا شم النسيم انا. اصلا؟ ما احتفلش في اي حاجة انا. اه والله. بتقضي اليوم ازاي؟ انزل مع صحابي على القهوة والكلام ده. يعني مش احتفال احتفال يعني. يعني ما بتشمش النسيم؟ ما بشموش. خالص؟ ولا حتى اكل رنجة. برضه؟ ما عجبتنيش. والله حالتي وحشة، والله حالتي وحشة. انام بقى. ما هو المفروض ده يوم اجازة بقى من الدروس وكده، ف فيس احسن منهم بجد. والله العظيم حاجة كويسة وهم طيبة. حضرتك طيب. انا هذاكر. بجد والله. عندي امتحان بعدين نهائي. فهتقضيها مذاكرة. هعمل ايه بقى؟ مش تاكلي بيض؟ لا ما بحبش البيض. ولا الرنجة؟ ممكن اكل رنجة. ممكن بس هتذاكري. هعمل ايه بقى؟ في البيت. ليه؟ ما بخرجش اليوم ده بصراحة. اصلا. طب بتقضيه ازاي؟ يعني عادي بجيب حاجات كده وبحتفل انا وبنوتي و كده، بنعمل حاجات كده في البيت. في البيت ليه؟ لا ليه؟ ده الطبيعي يعني. ده الطبيعي. هتعمل ايه في البيت؟ هنقعد في البيت. ايوه. هننام. الله. مفيش رنجه؟ في رنجه. وبيض ملون؟ لا رنجه بس. ملوحه؟ لا. لا. جرجير؟ ماشي. شغال. وننام. وننام. في البيت برضه. في البيت. هتعمل ايه في البيت؟ هننام برضه. هننام. احنا بنصدق اجازه عشان ننام يعني. انتوا محتاجين النوم. هضيع اكيد على النيل يعني، اي حاجه بديل للبحر الاسكندريه. في رنجة؟ معرفش المكان اللي هروح هيبقى فيه ولا لا. طب فسيخ؟ مش عارف. طب بيض ملون؟ اكيد البيض ده اساسي. حقيقي ها؟ يعني احاول بعمل اي ريفرشمنت كده عشان الواحد بقى تعب من ضغط الشغل واسبوع وبتاع، جاي يوم الاثنين بس يعني هنحاول ان احنا نفصل شويه. يا بختها يا بختها. هتاكل رنجه؟ طبعا. وفسيخ؟ لا لا استحاله. وملوحه؟ لا رنجه. جرجير؟ خاص. بيض ملون؟ ممكن الون بس ما اكلوش. بس اكل رنجه. تاكل رنجه حاجه كتير عن نام بقى وتنامي. وبيض ملون؟ لا. ملوحه؟ لا ما بحبهاش. فسيخ؟ لا برضه لا. جرجير؟ لا حراق. هجوز. ايه ده؟ لا في بيتنا. ليه كده؟ لا في بيتنا. ليه؟ بيتي اولى بيا. اولى بيك. هتعمل ايه في بيتك بقى؟ بيتنا. هتعمل ايه في البيت؟ هقعد عادي بس كده. رنجة؟ لا. ملوحة؟ لا لا لا. فسيخ؟ لا برضه. بيض؟ لا ممكن يبقى سمك عادي، اللي هو لو خلاص لو التقاليد خدتنا قوي يبقى سمك.